على الله بقى يا تيتا، اكلي يعجبك يا بنتي. ده كفايه وريحة. انتوا جننتوا ولا ايه؟ كل ده اكل في ايه تيتا؟ يعني حضرتك عارفه ان احنا عيسان وعايزين نتغذى، يعني الواحد يعمل صنف اتنين. ما تقلقيش يا تيتا، ما تقلقيش، الاكل ده كله بابا مصروف البيت اللي انا بديهولك. انت فاكرني ايه بل انت؟ خايفه على مصاريف البيت؟ انا زعلانه علشان اهمالكم، بدل ما تشيلوا قرشين للزمن بتضيعوهم في محشي وملوخيه وباميه. ما ينفعش الكلام ده، من هنا ورايح مرتباتكم في ايدي وانا اللي هديكوا المصروف. ايوه بس ايوه منور منور، معلش تيتا فين بصراحه، ربنا يبارك لنا فيكي. تسلم ايدك يا منور. انا عايزه الاكل ده كله يخلص وعلى الله يترمي منه حاجه. ما تحش يا اخويا حش. فجأة كده النكهة كده وخان غاب. ده انا هشنك وهوب انا ما انا واكل. اتفضلي. عين العقل يا روي هاني. هم موكليني اقبض ماهيتهم حتى اسالهم. اسالهم ده ايه؟ كلامك مصدق عندي 100% يا فندم. بس هم عملوا ايه؟ تاخروا عليكي في الجمعية ولا حاجة؟ يا ريت بيعرفوا يحوشوا ولا يعملوا جمعيات. دول مبذرين، علشان كده انا همسك الميزانيه. انا كنت عايز حضرتك في موضوع كده يعني. هو خير يا فندم؟ ايه يا اهلا، ازيك يا تيتا؟ صباح الخير، عامله ايه؟ خير؟ ايه اللي جابك هنا عندنا؟ شغلك ايه يا مروان؟ في ايه؟ مفيش يا فندم، انا بس كنت جاي افكر حضرتك بموضوع السلفه اللي انا كنت مكلم فيها سعادتك يعني. ماشي ماشي. وعايز سلفه ليه؟ صحيح، انت عايز سلفه ليه؟ هقول لحضرتك يا فندم، هو الحكايه كلها بس انه كان في محطه اذاعيه هيفتحوها جديد، فانا كان عندي فيها مقابله مهمه جدا جدا والالاجر فاهم يعني، كنت عايز اجيب بدله جديده يا فندم. انا فاكراك عايز سلفه علشان حد قريبك عيان، عايز تجيب له دواء ولا تعمل له عمليه، لكن عايز سلفه علشان بدله؟ عايز تتمنظر وانت ما حليتكش حاجه؟ جيل هايف. جيل هايف فعلا يا روي هانم. طلبك مرفوض. الله، يعني خصم 5 ايام علشان الهيافه اللي انت فيها دي. اتفضل. ميرسي جدا لحضرتك يا فندم. اتفضل. ربنا يخليك لنا يا تيتا ويديك الصحه ويطول لنا في عمرك. يرجع مرجوعنا يا هانم للموضوع اللي انا كنت عايز اكلم حضرتك فيه. خير؟ انا راجل وحداني ومراتي متوفيه بقى لها اكتر من 10 سنين. مش فاهمه. عايز اقول لسعادتك ان انا عايز اطلب بيكي على سنة الله ورسوله، وفرق السن اللي بيننا مش فارق. فرق السن يا بجم. بعدين يا رؤوف هتعمل ايه؟ مناعة عندها حق بصراحة. بصراحة يا مروان، مناعة استحملت اللي مفيش زوجة في العالم تستحمله. اسمع رؤوف، الخلفة، الخلفة يا رؤوف هي الحل الوحيد للمشكلة دي. اسمع مني يا حبيبي، الخلفة ديت يا مروان مش عايزة تركيز؟ طبعا. احنا مفيش تركيز خالص، انا زوج متراقب 24 ساعة. اسمع رؤوف. ايه الموضوع؟ اسمع اسمع، هو نطش ما تتكلم على طول. حاضر حاضر. بقولك ايه؟ انت تروح دلوقتي ورا اخوها في البيت، ها، وتطيب خاطرها بكلمتين خلاص، وتقوم واخدها كده تحت باطك وتاخدها وتروحوا في اي حته فاضيه ما فيهاش تاريخ ابني تحت الكوبري. تحت الكوبري ايه يا حيواني انت؟ انت بتستظرف. إيه؟ دي مراتي، اخد مراتي تحت الكوبري. يا منى دي ست كبيره يا منى، وان شاء الله كلنا نكبر عشان خاطري، عشان خاطر ربنا يعني، خديها على قد عقلها. والله ما بكرهها يا رؤوف، انا مش عارفه هي بتعمل معايا كده ليه. طب بقول لك ايه بقى، احنا مش عايزين نضيع وقت بصراحه يعني، يعني احنا لسه في عز الشباب. نسيت ان احنا لسه عروسان يا منى؟ في ايه يا منى؟ ركز معايا شويه انا، وربنا بص بقى. ها ايوه كده، اضحك يا منى، شوف هنعمل ايه. منوره بيت اخوك يا منى. ابن حلال يا ابراهيم، كنت عايزك في كلمتين. ابن حلال، قول لك يا ابراهيم. خير؟ عايزك بصراحه يعني، والدين الجميل بقى عايزك تعمل معايا الصح. اللي هو ايه يا زميلي؟ يعني يعني يا ابراهيم، حته لحمه مشويه بقى، حته جبنه رومي. خد مراتك واخلع. ليه؟ نشوه جاي. نشوه بنت منشوه؟ اه. مسا مسا يا ابراهيم. مسا مسا يا رؤوف. يلا منى يلا منى. قوم يا بنت، ربنا هات سرك. تعالي بس تعالي بس، مفاجأة مفاجأة منى. مسا مسا يا ابراهيم. مسا مسا يا رؤوف. هنا يا رؤوف؟ وفي ايه يا منى؟
هنا ايه؟ ما انت عارفه العيشه في البيت بقت سودا وتيتا يا اقول لك ايه؟ ما انت فاهمه ما تلم عليك يا منار. وبعدين عايزين يعني نقعد نتكلم نحس ببعض يا منار. منار انا راجل وبحبك وانت مراتي. فعادي بقى عادي. بعدين احنا مسيطرين تقلقيش. سيطره سيطره. احب اقول لك ايه؟ اول ما اقول لك اوكي ابدأي. ها جاهزه؟ ها يلا يلا بوسي يا منار بوسي بوسي يلا عادي. قوم يا كابتن. فين؟ نهار اسود نهار اسود نهار اسود. وربنا مراتي. انزل يلا مراتي انت وهي. ايه يا فندم ده عبيط؟ ايه؟ انزل يلا ده عبيط. ايه حضرتك؟ حبيبي وربنا مراتي. صدق صدق انت دي مراتي وربنا مراتي. طبعا مش هتصدق. شهود وتلبس. الحمد لله يا رب الحمد لله. حضرتك في ايه؟ انا مراته انا مش مشقوطه. ايه يا منار؟ ايه يا منار الكلام الفاضي ده؟ قدام جوزك انا مش مشقوطه يا فندم. الست دي والله مراتي. وبعدين ما انا جيت لحضرتك قبل كده مرتين في دعاره ومخدرات. جاي حضرتك في المره اللي ما ينفعش تحبسني فيها وحضرتك مصمم يعني؟ بص يا روف المره دي هتتحبس بالقانون. شوف انا وانت مستنيين اللحظه دي بقالنا قد ايه؟ وهي جت لغايه عندنا. عيشها بقى ارجوك ما تفسدهاش. بكرة الصبح هتتعرضوا على النيابة والنهاردة حبته في التخشيبة. يا فندم صدقني أنا مراته. في إيه يا رؤوف مالك؟ مش عارف مالي حاسس جسمي ساقع كده مش عارف مش عارف شكلي تعبت. أنتوا مصممين على الكذب؟ طب فين القسيمة؟ حاضر يا فندم موجودة القسيمة الحمد لله. طار كلمتي أنت معلش 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 معلش. خلي بالك يا فندم عشان حضرتك يعني ده شكل الناس. ألو مساء الخير تيتا. ممكن التيتا يعني هات حضرتك معلش تجيبي لي قسيمه الجواز بسرعه جدا على الاسم لو تقامتي. لا مفيش حاجه هما بس عايزين يتاكدوا انا دافع مهر كام ومؤخر كام. منظركم ايه قدام نفسكم لما زوج وزوجه يتقفشوا في عربيه في الشارع بذمتكم؟ ما انتوش مكسوفين؟ قال ايه يا ماك عمو؟ اخرس. مش عيب ان الزوج ولا الزوجه يحبوا يغيروا يجددوا مش يروحوا في مكان مشبوه ويتقفشوا؟ خدوا لكم يومين في لوكاندا سافروا لكم يومين وقعدوا على البحيره. بحيره ايه تيتا؟ احنا عايشين في كندا فيها في واقعيه شويه بقى. اخرس خالص. الظاهر ان انا سبت لكم الحبل على الغارب لكن قسما عظما ان تعليماتي ما تنفذتش انتوا عارفين هيحصل لكم ايه. هات هات مفتاح الشقه. ليه خير تيتا في ايه؟ هات مفتاح الشقه بسرعه. اتفضل حضرتك اتفضل. طلعوا له في جيوبكم. ايه ده هتقلبنا منار؟ ده ما حصلش كده في اسم يا تيتا. بقول طلعوا له في جيوبكم. اتفضل حضرتك اتفضل. ايه ده؟ هات هات. اتفضل حضرتك اتفضل. هات كمان. وربنا ما معايا. لا هات كمان في وربنا ما معايا. اقلب جيوبك اهو. ده كتير تيتا كتير. كتير ايه لحسن حديك على بوسك. خلاص انت مفيش حاجه تنفذني شويه استحملين. طيب غور من وشي. حضرتك تيتا غور. نام في حلم معين حضرتك تقولي لي احلمه ولا احلم براحتي. شفت الموضوع وصل لايه معايا في شخصيتي؟ امشي يا واد من قدام. حاضر. يا منور وحشاني يا منور. سيبني في حالي يا رؤوف انا مش طايقه نفسي. مالك يا منور؟ حاسب حاسب. كفايه كده روح انشر دول وتعالى خد الباقي. حاضر يا تيتا حاضر. منور مش عايزك تتعب نفسك في اي حاجه. لو عندك حاجه وسخه سيبها لي. بيبي عامل ايه؟ يا تي بابا 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 شيل ايدك يا منور عشان مخنوق. متش ايدك على حاجه مش بتاعتك. اقف مؤدب. اوكي اوكي. ها مش طالعه شريني خد تاكسي. ها ابدا في مكان جديد ما فيهوش قهوه وضرب. ها ما تقواش المأساة بتاعتي. يلا يا حاجه شوفي كاشيل ورايا ولا مش مكان عطلانه. ايه قدامك عطلانه. فين المدير بتاع المكان؟ يا اوفا مش هتروح ولا ايه؟ لا يا معلم اتكلت على الله. انا واخد وديه زياده من المدير. انت عارف الزوبه موان راح ايه قعدتنا الذهبيه. الزبون دايما على حق. وانت يا زمن قاسي علينا يا زمن. يا تيتا حرام عليكي الشمس هتحرقنا. مش عايز اقوى الاهرامات. اسمع يا ولد انت تسمعني وانت ساكت خالص فاهم؟ العلماء لغايه النهارده ما قدروش يوصلوا لاوضه الملك
مما يدل على عبقرية الفراعنة. انت يا حيوان يا اللي اسمك ابراهيم بتعمل ايه عندك؟ عايزة مني ايه بس يا تيتا؟ عايزة مني ايه؟ ما انا سامع كنت بتتكلم على الفراعنة. فراعنة؟ اسمهم فراعنة؟ ما انت جاهل. اسمع كويس واستوعب يمكن تستفيد. استفيد من ايه لا مؤاخذه؟ ده دايما انا في شويه رمل وشويه حجاره وتقول لي استفيد. ده ايه الخروجه الزفت دي يا رؤوف؟ كنا رحنا القنوات الخيريه، كنا رحنا بنتيم، كنا شمينا شويه هوا نضاف. عايز تشم هوا؟ اه. من عينيا الاثنين. جوبلز رعد. كلاب لا، كلاب لا، لا، كلاب لا، لا، كلاب لا. بص بقى يا عبدو، الحكايه ما فيها ان دي اختي منور. اهلا وسهلا. وده جوز اختي رؤوف. يا اهلا وسهلا. عندهم مشكله كده يعني، هما يحكوا لك بقى بمعرفتهم، بس انا عايزك تعمل معاهم الصح ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. قول يا منار. دلوقتي الشقه نصها باسم رؤوف ونصها التاني باسم جدته. اللي احنا عايزينه بقى ان احنا نقسم الشقه وكل واحد يعيش في نصيبه. يا سياده المستشار، حضرتك مش فاهم الموقف. الست دي تريب جامد جدا. الله، يعني صعب عليكم قوي كده وهي اللي معوراكوا عامله البلاوي دي؟ ما انا شايف، ما انا شايف والله. يا الاخت منار برضو قالت فكره يعني مش يعني مش وحشه. احنا نرفع قضيه ونقدم الورق والمستندات اللي تثبت استحاله العشره مع الست دي، وانتوا طبعا هتبقوا موجودين وهتشهدوا كلكم انها ست مش طبيعيه. طيب يا رجلك، احنا نشهد، كلنا نشهد طبعا، نشهد. طب برضو نسمع راي الاستاذ رؤوف. اتكل على الله يا استاذ عبده، ارفع قضيه. طيب في عربون ولا احنا هنعمل القضيه دي بالحب كده يا جدع؟ بالحب وفي عربون طبعا. في ادفع رؤوف. كام حضرتك؟ لا لا لا، ما باخدش فلوس في ايدي. اللهم صل على النبي. مش بقول لك يشرفنا؟ ما تفتحوا الباب، هو انتوا اتطرشتوا؟ والله ما تستاهلوا تعيشوا في البيت ده. مدام راويه سيف الدين القاضي. ايوه اتفضلي. ايه ده؟ مرفوع عليكي قضيه. مين اللي رفعها؟ ما تقري حضرتك، امضي لي هنا عشان انا مستعجل. هنا اهو. الف شكر، سلام عليكم. قضية سيدي الرئيس كما شرحتها لكم بأدق تفاصيلها، فالجاني. يا أستاذ خلص، بقالك أربع ساعات بتتكلم. طيب أنا أرجو من هيئة المحكمة أن يتسع صدرها لسماع الشهود. شكرا سيدي الرئيس. يا فندم أنا جاي أشهد مش عشان رؤوف صاحبي، أنا جاي أشهد عشان أرضي ضميري. الست دي تطهق بلد بحالها، مش واحد ومراته. والعيش والملح يا سعادة الباشا، لو الحق التتة دي ما تتعشرش، دي مبهدلة أختي آخر بهدلة. أختي منار هي جوزها الأستاذ رؤوف، راجل محترم يا باشا. دي مربيك لما مسرور عندها في البيت، السبع ده لوحده أربع عقل طايرة منه، ده غير لما مؤاخذة اللي أنا اتعضيت. بس أقول لك يعني ده مش موضوعنا، أنا حقي وهاخده، على الطلاق اللي هاخده لما مؤاخذة سعادة الباشا. على اللي شفته بعينيا وسمعته بوداني يا فندم، الولاد دول كانوا عايشين معاها في عذاب عظيم. تصور سعادتك، جات لي مكتبي طالبة تاخد مرتباتهم بإيديها يا فندم. حضرتك أنا ولعت صوابع العشرة شمع ومفيش فايدة. أكلمها بالهداوة تشخط وتنطق، أعمل لها سفرة مليانة أكل تبهدلنا وتبستفنا. حضرتك إحنا حياتنا كئيبة قوي، معيشانا زي ما يكون ميت لنا ميت. يا فندم إحنا في عز شبابنا، عايزين نعيش زي ما إحنا عايزين، مش زي ما هي عايزة. مساء الخير يا ريس. حضرتك يا فندم، يعني سوري ان انا يعني متردد شويه، لان انا ما كنتش عايز اقف الموقف ده، خصوصا حضرتك يعني حضرتك عارف انها جدتي يعني. بس حضرتك انا عشت حياه يعني اخر مامتك، ومش حضرتك السنه دي ولا اللي فاتت، لا يعني زمان من اول ما جيت الدنيا مامتها 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 يعني. وكبيت وقلت استحمل، لكن اتعاملت معامله حضرتك يعني مش يعني سوري مش قادر اقولها في المحكمه. بس حضرتك يعني أمراتي حامل الحمد لله، عقبال أولاد حضرتك. وحضرتك جدي قال لي الله يرحمه، الله يرحمه، قال لي أنت لازم تكون قدوة. فحضرتك فكر معايا يعني تكون قدوة لمين؟ للناس اللي قاعدة دي حضرتك؟ أكيد لولادي صح؟
ازاي حضرتك ابقى قدوه لاولادي وانا بتعامل المعامله دي؟ انا اسف يعني هفترض يعني حضرتك ممكن ابني يشوفني وانا ماشي سوري يعني بطلتش افا يعني الحاجات اللي انا متضايق من تيتا عشان اعتقد ان ده مش هيبقى، لكن انت تعبان وفي نفس الوقت متلخبط عشان دي برضه جدتي.